السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن حمام كريم فاتيكا بجنين القمح، وعن حمام زيت هنعمله لشعرنا في البيت. انا مجهزة هنا في البيت، هقول لكم طريقته وازاي بجهزه. اول حاجة هكلمكم عن حمام كريم فاتيكا بجنين القمح. حمام الكريم ده حلو جدا للشعر التالف المتقصف الضعيف. انا جربت جميع انواع حمامات كريم فاتيكا، بحب انا حمام كريم فاتيكا ده جدا. جربت العبوة السوداء اللي هي بحبة البركة والصبار، جميع انواعه. اللي بجنين القمح ده بقى بيمتاز عنهم في حاجه، يعني هو احسن منهم شويه في حاجه. هما كلهم حلوين الحقيقه، انا حبيتهم كلهم، بس ده حبيته شويه زياده لان هو فعلا بيطري الشعر جدا جدا جدا، خصوصا بعد الصبغه. يعني لو بتصبغي شعرك هتحسي بالموضوع ده، لو بتصبغي شعرك كتير هتحسي بالموضوع ده. بيطري الشعر جدا، بيعالج فعلا التلف اللي بيبقى في الشعر بعد الصبغات الكتير. ممكن شعرك يجف شويه او تحسي انه ضعيف، ما بيلمعش قوي. حمام كريم فاتيكا اللي هو بجنين القمح ده حلو جدا جدا، بيرطب الشعر جدا وبيديله نعومه ولمعه حلوه قوي بعد الصبغه. ازاي بستخدمه؟ انا بعد الصبغه بغسل شعري عادي، وبعد كده بستخدم الكريم اللي بيبقى مع الصبغه اللي هو الكريم المثبت، وبشطف شعري بعد كده كويس جدا. ما بغسلش شعري طبعا انا بالشامبو خالص بعد الصبغه، ما بستخدمش الشامبو بس غير بعد لما اكون عامله حمام زيت لشعري بس. غير كده ما بحطش خالص انا شامبو على شعري. بستخدم بقى ازاي؟ بخلص خلصت لو بعد الصبغه، انا بقول لكم دلوقتي ازاي هستخدمه بعد الصبغه. بعد ما تستخدمي الكريم اللي هو مثبت اللون، بتشطفي شعرك كويس جدا، بتحطي بلسم على شعر حمام كريم من بتاع فاتيكا ده، ريحته رهيبه، جميل جدا، ريحته حلوه فعلا، مبهجه كده ونظافه كده. فبتحطي شويه حلوين كده على شعرك وتسيبيهم 5 دقايق، وبعد كده تشطفي شعرك كويس جدا. اهم حاجه تشطفي شعرك كويس جدا، بيرطب بقى مش قادره اقول لك قد ايه الشعر، وبينعمه بيخليه حلو جدا. وحمامات كريم فاتيكا فعلا بتخلي الشعر بيقلل التساقط بتاعه، يعني هي انا بحبها جدا الحقيقه. العبوة دي كيلو تقريبا ب60 جنيه او اكتر، انا بقى مش فاكرة قوي لان بجيبه من سوبر ماركت بيبقى وسط حاجات كتير، فمبقاش عارفة سعره بالظبط بكام، لكن انا بقول لكم هو في الحدود دي 60 جنيه. ممتاز جدا جدا وحلو طبعا، ممكن ليك انت وولادك يعني عادي، الاطفال بيستخدموه مفيش منه اي مشكلة يعني. حلو، انا حبيته جدا اهو بجنين القمح. جربيه هيفرق معاكي، هيعجبك قوي. كل حمامات كريم فاتيكا حلوه، بس ده جميل يعني سنه زياده اللي جايين القمح ده. خلاص طيب، دلوقتي هكلمكم بقى عن حمام زيت انت هتحضريه في البيت وهتشوفي نتيجته الرهيبه جدا. نتيجته في ايه؟ ان هو بيطول الشعر جدا، بيطول الشعر، لو في قشره هتروح بينظف فروه الراس جدا وبيطهرها جدا. بصوا اهو انا محضراه ده في البيت. ليه بقول لكم محضراه في البيت؟ لان انا عاملاه بقالي اسبوع. الكريم الزيت ده انا عاملاه بقالي اسبوع، حطاه في الثلاجه، عباره عن لغايه هنا نص كوبايه زيت زيتون. زيت الزيتون رائع للشعر، تحفه جدا. نص الكوبايه زيت زيتون، النص الباقي عباره عن زيت ثوم عليه زيت جرجير. انا مختاره كل الزيوت اللي بتتقل الشعر وبتطوله. واللي تحت الابيض ده كله ده توم، ده حوالي 20 فص توم، يعني مثلا راس توم مقطعاها وحطاها في الزيت وسايباه اسبوع في التلاجة. بس الاول بدفي الزيت قبل ما احط عليه التوم، ادفيه بس ما بسخنوش، يعني خليه دافي بس، بحط التوم عليه وبحطه بقى في التلاجة لمدة اسبوع. التوم في الزيت لمدة اسبوع في التلاجة بيخلي التوم كل الفايدة اللي فيه بتنزل في الزيت، وبيتركز بقى مع بعض وبيبقى مفيد جدا جدا جدا. طبعا انا مش اول مرة استخدمه، انا بستخدمه خصوصا لولادي، بحب استخدمه لولادي، بيغذي شعورهم جدا، ببقى مرتاحة نفسيا لو بستخدمه لهم. حلو جدا. ازاي بتستخدميه؟ زيت، بصي اهو اهم حاجه زيت الزيتون. ممكن تضيفي على الزيوت دي زيوت تانية لو انت حابه، اي زيوت تانية هتبقى مفيده للشعر جدا، بس اساس زيت الزيتون يكون موجود وزيت الثوم، وعليهم بقى اضيفي اي زيوت تانية حطيهم. انا كنت حاطاه برطمان طبعا وقافلاه في الثلاجه، بس انا دلوقتي حاطاه في الكوبايه كده عشان انتوا تشوفوه كويس.
بقاله اسبوع وممكن تسيبيه 10 ايام ما بيحصلوش حاجه، بتطلعي تاخدي شويه تدفيهم وبعد كده تستخدميهم على راسك، تدلكي فروه راسك كده بيهم كويس جدا عشان الزيت فروه راسك تتشربه كويس. ممكن كمان لو عايزه نتيجه افضل بتسخني، مش بتجيبي فوطه بتبليها ميه سخنه وبتعصريها كويس جدا وتحطيها على راسك وانت وهي عليها الزيت، تحطيها على راسك لمده دقيقه يا دوب الفوطه اول ما تبرد بليها تاني وكرري نفس العمليه ده، يعني بليها تاني ميه سخنه واللي فيها تاني على راسك تبرد، اعملي كرري الموضوع ده 5 6 مرات علشان فروه راسك تستفيد اكتر من الزيت. لكن بقى لو مشغوله، يعني انا ببقى مشغوله بصراحه وما عنديش وقت بقى، فببقى مثلا لو عايزه اعمل حمام زيت لنفسي بعمله وبسيبه، بلبس بونيه وخلاص وبسيبه الساعتين وبعد كده بغسله بالشامبو، وهي دي بس الحاله الوحيده اللي بحط فيها شامبو على شعري، ما بستخدمش الشامبو خالص غير كده، غير لما اكون عايزه اغسل بس حمام الزيت او اكون عامله حمام بيض اي حاجه لشعري. بس بيفرق جدا، هتشوفي جربيه مرتين اسبوعيا لمده ساعتين، ممكن مرتين ثلاثه، ساعتين على راسك وبعدين اغسليه وبشامبو وبعدين استخدمي حمام كريم او البلسم اللي انت تحبيه. يعني نتيجته بتبان طبعا بعد بقى ايه شهر كده، هتلاقي شعرك فعلا تقل، لو بيقع مش هيقع، هيبطل يقع، التساقط هيقل. يعني اهم حاجه بس عشان تاخدي نتيجه بقى حلوه باللي احنا بنقوله ده، اطراف شعرك قصيها، حتى لو اطراف شعرك مش متقصف قصيه برضو لازم، ده لصحه الشعر حاجه جميله جدا ان انت تقصي اطراف شعرك. لما بتقصي اطراف الشعر، الشعر بيتجدد حيويته تاني وبيبقى حلو قوي. اما لو هي متقصفه مهما تعملي مش هيبان عليه حاجه، لان هي طول ما هي متقصفه مش هيطول اصلا. فانت قصي اطراف شعرك وبعد كده بيعملي حمام الزيت، هتشوفي بقى النتيجه الرائعه منه. ساعتين على شعرك واغسليه بعد كده مرتين اسبوعيا زي ما قلت لك، ليكي ولولادك طبعا، لولادك هيبقى حلو جدا برضه لان هو بيطول الشعر وبيتقله وبيطهر فروه الراس من القشره لو في قشره. زيت الثوم معروف طبعا ان هو كده كده بيطول الشعر ان شاء الله، وزيت الزيتون برضو حلو جدا، وزيت الجرجير، الثلاثة دول بيطولوا الشعر وبيغذوه قوي قوي يعني، وبيخلوه ويديله طراوة كده حلوة جدا. بتاخدي شوية زي ما قلتلك في حاجة وبتشيل الباقي في التلاجة، بيفضل معاكي في التلاجة ما يحصلوش اي حاجة، كل ما سبتيه يبقى احلى واحلى. التوم رائع كمان، وكمان ممكن حتى لو فص توم وفي حته في شعرك مثلا خفيفه وواضح ان هي خفيفه، ادعكيها في فص التوم ده، فص توم كده لوحده ادعكي بيها، هو مش هيعمل التهابات ولا اي حاجه، ما تخافيش منه خالص، بل بالعكس هو بيشيل الالتهابات وبيشيل القشره وبيطهر فروه الراس. فممكن تمسكي فص توم لو في حته في شعرك فاضيه كده فيها فراغ جامد، اعمليها في فص التوم ده كده، ادعكيها في فص التوم كده، هتلاقي النتيجه منها تحفة جدا. الموضوع قبل الشاور يعني عم تغسلي شعرك، جربي الزيت اللي بالثوم ده حلو جدا، وجربيه لولادك هيعجبك جدا. بس اهم حاجة قبل ما تحطيه على شعرك دفيه شوية، لكن لو هتعملي بقى ممكن لو هتستخدمي فوطة مبلولة مية سخنة مش لازم تدفيه خلاص، يبقى هو كده استخدميه، واهم حاجة بس دلكي فروة راسك كويس قوي بيه وهيعجبك جدا ان شاء الله. جربوه ان شاء الله هيعجبكوا جدا، هيطول شعرك وهيضيع التقصف وهتنبسطي منه جدا اهو. بس هو ده النهارده كان رايي في حمام كريم فاتيكا جنين القمح، برشحهولك جدا خصوصا لو بتصبغي شعرك كتير وشعرك متضرر وناشف ومضايقك. وحمام الزيت اللي احنا عملناه ده اللي هو بقاله اسبوع وفي قطعة توم كده، ممتاز جدا وهيطول شعرك جدا بشكل ملحوظ، وهيوقع ايه، هيقلل التساقط وهيضيع القشرة وهينضف فروة راسك ويعقمها جدا، ليكي ولولادك مفيش منه اي قلق. ان شاء الله اكون افدتكم يا رب. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير، ومرسي ليكم، باي باي.